السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين افطر على الدرس الرابع استاتيكا لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي فقط، وهو درس اتزان جسم تحت تأثير قوتين متلاقيتين في نقطة، اللي هي قاعدة لامي وقاعدة مثلث القوى واتزان الجسم على المستوى المائل الأملس. درس مهم جدا جدا، في تفاصيل كتيرة جدا جدا. بإذن الله لو شفت فيديو الشرح اللي أنا سايبه لك في قوائم التشغيل هتلاقي عبارة عن جزئين، جزء بيتكلم عن لامي ومثلث القوى وضوء، وجزء بيتكلم عن اتزان الجسم على المستوى الأملس، فيهم تفاصيل كتيرة جدا جدا مش هتحتاج فكرة بعدهم. وهتلاقيني إن شاء الله بحل التمارين النهاردة هقول لك كل التفاصيل برضو، وبإذن الله الدرس هيبقى سهل وبسيط جدا جدا معايا لو أنت ركزت في كل التفاصيل اللي هقولها. يا ريت لو اول مره تشوف ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس على حساب بسم الله. وخلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الجسم الدرس اسمه اتزان جسم تحت تاثير قوتين او ثلاث قوى متلاقيه في نقطه قاعده مثلث القوى وقاعده لامي، وطبعا فيها اتزان الجسم على المستوى المائل الاملس. طيب اول سؤال بيقول لي اذا اتزن جسم تحت تاثير ثلاث قوى متلاقيه في نقطه فإن مقدار كل قوة يتناسب مع نقط الزاوية المحصورة بين القوتين أخرين. طبعًا ده تعريف قانون لامي، إن الجسم لما بيتسل تحت تأثير ثلاث قوى، كل قوة بتتناسب مع جيب الزاوية اللي هو الجانب. طب مش مهندس فكرنا بيها كده؟ تعالى بص، قاعدة لامي كانت بتبقى بالشكل ده كده. معايا ثلاث قوى وليكن متلاقيين في النقطة دي، تمام؟ تمام. وليكن دي قف واحد، دي قف اتنين، دي قف ثلاثة. خلاص؟ فكنا بنقول هنا لو دي هي واحد ودي هي اثنين ودي هي ثلاثة، كنت بقول قاعدة لما ايه؟ قاف واحد على جا الزاوية اللي هنا ما بين القوتين التانيين، يعني قاف واحد على جا واحد بيساوي قاف اثنين على جاه الزاوية بين القوتين التانيين، يبقى جا اثنين هيساوي قاف ثلاثة على جاه الزاوية بين القوتين التانيين اللي هي جاه ثلاثة. فهو بص بيقول لك ايه؟ اذا اتزن جسم تحت تاثير ثلاث قوى في نقطه فان مقدار كل قوه، مقدار كل واحده من البسط بيتناسب مع ايه؟ بيتناسب مع المقام اللي هو جيب الزاويه المحصوره بين القوتين الاخريين، ده تعريف قاعده لامي. رقم اثنين، اذا اتزن جسم تحت تاثير قوتين قف واحد قف اثنين فان، ركز معايا، طالما الجسم اتزن تحت تاثير قوتين فخلي بالك من معلومه مهمه جدا. طالما تأثير قوتين بس يبقى القوتين دول بيكونوا متساويتين في المقدار متضادين في الاتجاه، زي لو معايا جسم كده موضوع على الأرض على منضدة أو أيا كان، بيأثر معايا قوة الوزن هنا وبالتالي المنضدة دي بتعمل رد فعل، فهنا الوزن مع رد الفعل عاملين اتزان للجسم ده خلينه كده ساكن. فطالما مش مهندس في اتزان يبقى القوتين دول متساويتين في المقدار، يعني واو بتساوي، وهما متضادتين في الاتجاه يعني الزاوية ما بينهم 180 درجة، وطبعا زي ما انت شايف لهم نفس خط العمل. دي كلها معلومات مهمة. يعني مثلا لو فرضت ان واو دي قاف واحد وفرضت ان رد الفعل ده قاف اتنين، يبقى لازم ان قاف واحد بيساوي قاف اتنين. وصلت؟ فأول واحدة بيقول لي قاف واحد متجه بيساوي قاف اتنين متجه، دي غلط. ليه؟ لأن في المتجهات علامة اليساوي معناها إن الاتنين دول متساويين في المقدار ومتساويين في الاتجاه، يعني بالبلدي لهم نفس الاتجاه. فهل الشروط اللي أنا قلتها لك تحت كده؟ لا، ده أنا بقول لك يه بتساوي 180 يعني متضادتين في الاتجاه. وصلت؟ فأول واحدة ما ينفعش لأن معناها إن هما ليهم نفس الاتجاه، فأول واحدة دي ألف. طب بقى بيقول له قاف واحد بيساوي قاف اتنين، فعلا مهم قوتين متساويتين في المقدار، فطبعا دي بالنسبه لي صح جدا. بيقول له قاف واحد متجه زائد قاف اتنين متجه لا يساوي المتجه الصفري، خلي بالك ان محصله القوتين دول طالما هم في حاله اتزان فبتبقى المحصله بتساوي المتجه الصفري، والمحصله في المتجهات بتبقى عباره عن مجموع القوى اللي هي قاف واحد زائد قاف اتنين، فالكلام ده لازم يساوي المتجه الصفري. فهنا بيقول لك قاف واحد متجه زائد قاف اتنين متجه ما بيساويش المتجه الصفري، لا ده هم في حاله اتزان، يبقى زي الدرس اللي فات لازم ان المحصله بتاعتهم بتساوي صفر. طبعا دي بالنسبه لي غلط لان هي لازم يساوي. بيقول لي قاف واحد وقاف اتنين ليس على استقامه واحده، وانا بقول لك لهم نفس خط العمل، يعني لازم يكونوا
على استقامه واحده، فهنا بتقول لي ليس على استقامه واحده، فدي برضو غلط، يبقى الاختيار ب هو الصح. فانا بفصل لك كل واحده عشان تبقى فاهم. رقم 3 بيقول لي اذا اتزن الجسم تحت تاثير عده قوى مستويه فان اقل عدد من القوى بيحدث اتزان. نفس الرسمه اللي فاتت، اقل عدد اللي هو 2، بس السؤال ده خبيث شويه. بص، لو قال لك اقل عدد من القوى بس، اهو هكتبها لك، لو قال لك اقل عدد من القوى عشان يحصل اتزان، قول له وانت مطمن 2. لو قال لك بقى اقل عدد من القوى غير المتساويه عشان يحصل اتزان، فطالما قال لك غير متساويه يبقى 3. ليه؟ لان السؤال اللي فات لو رجعنا له كده، القوتين دول عملوا اتزان، بس انا قلت لك الشرط ايه؟ ان قاف واحد بيساوي قاف 2، يعني لازم ان القوتين يبقوا متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه. فهنا انا بقول لك دلوقتي اقل عدد من القوى غير المتساويه، فما ينفعش، لان شرط الاثنين ان هم يبقوا متساويتين في المقدار. فده نفرق من ده، قال لك اقل عدد من القوى زي كده بس 2، انما قال لك اقل عدد من القوى غير متساويه اقول له 3. دي معلومه مهمه جدا. اقل عدد من القوى المستويه، اهو جالك السؤال غير المتساويه لسه قايلها لك، فطالما قال لي غير متساويه يبقى 3 بس، اللي هو الاختيار الجيم. وطبعا 3 دي بتحقق قاعده لامي، اهي بيبقى عباره عن دي قف 1، دي قف 2، دي قف 3. هتقول لي يا باشمهندس حاج، مش انت بتقول لي دلوقتي ان دول عاملين اتزان؟ اه. فقال لك في قاعده لامي في الثلاث قوى ان محصله اي 2 بتساوي الثالثه في المقدار وعكسها في الاتجاه، عشان كده بيحصل اتزان. يعني ايه؟ يعني لو اعتبرت ان قاف 1 وقاف 2 محصلتهم جايه هنا كده، خلاص، فانا اعتبر كده لغيت قاف 1 ولغيت قاف 2 وعملت لهم محصله. فقال لك اكيد اكيد ان محصله قاف 1 وقاف 2 قد قاف 3 في المقدار وعكسها في الاتجاه، فانا اختزلت القوتين دول في قوه واحده، فبقى هما الاثنين على نفس خط العمل، وبالنسبه لي ان هما متساويتين في المقدار متضادين في الاتجاه، فهنا الاتزان بيحصل. وصلت؟ يبقى ده اتزان ثلاث قوى، بتفهم الميكانيزم بتاعه او ازاي بيشتغل اتزان الثلاث قوى، ان محصله اي 2، يعني مثلا محصله الاثنين دول هتيجي هنا مثلا، طب محصله الاثنين دول هتيجي هنا عشان تبقى على نفس خط دي، يبقى محصله قاف 1 وقاف 2 هي قاف 3، طب قاف 1 وقاف 3 هي قاف 2، طب قاف 2 وقاف 3 يبقى هي قاف 1. وصلت؟ محصله اي 2 بتساوي الثالثه في المقدار وعكسها في الاتجاه. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان قاف 1 قاف 2 قاف 3 ثلاث قوى متلاقيه في نقطه ومتزنه فان مقدار محصله قاف 1 قاف 2 لسه قايلين، طالما الثلاثه دول متلاقيه في نقطه ومتزنه محصله اي 2 بتساوي الثالثه، فبيقول لي محصله قاف 1 وقاف 2 يبقى محصلتهم قد الثالثه في المقدار عكسها في الاتجاه، يبقى هي عباره عن قاف 3. وصلت؟ وصلت. طبعا ما بتساويش قاف 1 لان دي واحده منهم، وما بتساويش المجموع لان طالما هم ثلاث قوى يبقى ليسوا على استقامه واحده، يبقى محصلتهم مش هتبقى جمع. خلي بالك قاف 1 زائد قاف 2 يعني قيمه عظمى لو هم على استقامه واحده، لازم تبقى فاهم الكلام ده. وطبعا الكلام ده عمره ما هيساوي صفر لان انا عندي قوه ثالثه لازم هيتزنوا معاها، خلاص؟ يبقى محصله قاف 1 وقاف 2 عباره عن القوه الثالثه. طب لو كان قال لي قاف 2 وقاف 3 اقول له قاف 1، طب لو كان قال لي قاف 1 وقاف 3 اقول له قاف 2. رقم 6 بيقول لي ثلاث قوى متساويه في المقدار متلاقيه بنقطه متزنه فان قياس الزاويه بين القوتين. بص، هو موضوع سهل خالص بس تعالى افسره لك رياضيا كده بكل بساطه. قال لك لو انت معاك ثلاث قوى متلاقيه في نقطه بالشكل ده كده، دي قاف 1 ودي قاف 2 ودي قاف 3، قال لك ان الثلاث قوى دول قد بعض، يعني قاف 1 بيساوي قاف 2 بيساوي قاف 3. لو انا اعتبرت ان دي 1 ودي 2 ودي 3، فالمفروض اما بطبق قاعده لامي بقول ايه؟ قاف 1 على جهه 1 بيساوي قاف 2 على جهه 2 بيساوي قاف 3 على جهه 3. فطالما البسط متساوي يبقى لازم ان المقام متساوي. طب الجاب تتساوي امتى؟ لما يكونوا نفس الزاويه، يبقى اكيد ان هي 1 بتساوي هي 2 بتساوي هي 3. طيب دي كلها زوايا متجمعه حول نقطه مجموعها 360 والثلاث زوايا قد بعض، يبقى كل واحده فيهم ب 360 على 3 يعني 120 درجه.
يبقى اذا لو الثلاث قوى يبقى هما كل زاويه بين اي قوتين بتبقى عباره عن 120 درجه. السؤال رقم 7 بيقول لي اذا كانت قاف تتزن مع قوتين متعاملتين مقدارهم 8 و15 فان قيمه القاف، طالما قاف بتتزن معاهم يبقى اذا قاف هي عباره عن محصله القوتين دول، يعني بتساويهم في المقدار، بتساوي مقدار محصله الاثنين دول وعكسهم في الاتجاه. وصلت؟ فطالما هي بتتزن معاهم يبقى اذا القوه قاف هي عباره عن محصله القوتين دول. طيب دول قوتين متعاملتين، المحصله كانت بتيجي ازاي؟ جذر القوه الاولى تربيع يبقى 8 تربيع زائد القوه الثانيه تربيع 15 تربيع. طبعا 8 15 اعتقد كام؟ اعتقد 17، هنتاكد منها بس. جذر 8 تربيع زائد 15 تربيع 17، مظبوط. طبعا الوحده نيوتن، يبقى القاف بكام؟ ب 17. يبقى مباشره طالما القوه دي بتتزن مع القوتين التانيين يبقى هي القوه دي هي محصلتهم. وصلت؟ قدها في المقدار عكسها في الاتجاه. السؤال اللي بعده 8 بيقول لي اذا كانت القوه التي مقدارها قاف تتزن مع قوتين مقدارهم 5 و3، يبقى قاف هي محصله ال 5 و3 واللتين تحصلان بينهما زاويه 60. فكده خلاص يعني عرفنا ان القاف هي هي المحصله، بس المره دي القوتين مش متعاملتين، ده ما بينهم زاويه، فعادي جدا. طب ما انا عارف قانون المحصله عباره عن ايه؟ قاف واحد تربيع طبعا جذر، قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جت ايه؟ خلاص؟ يبقى اذا قاف هي هي المحصله، يبقى قاف بيساوي جذر. القوه الاولى تربيع 5 تربيع، القوه الثانيه تربيع 3 تربيع، 2 في الاولى 5 في الثانيه 3 في جتا ايه؟ جتا الزاويه منهم اللي هي جتا كام؟ جتا 60. خلاص؟ جتا 60 بنص، هتشيل لك الاثنين دي فيفضل لك جذر 5 تربيع ب 25، 3 تربيع ب 9، 5 في 3 ب 15، 15 و 25 40 و 9 يبقى جذر 49، يبقى اذا قيمه القاف ب 7. يبقى اذا مقدار القاف دي بسبعه يا باشمهندس، اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار جيم. يعني طالما بتتزن معاهم يبقى هي عباره عن المحصله بتاعتهم. السؤال رقم 9، اي من مجموعات القوى الاتيه يمكن ان تكون متزنه؟ لما يجيب لك ثلاث قوى ويقول لك ان هم في حاله اتزان، لازم تعرف القاعده دي، ان مجموع اي قوتين اكبر من او يساوي تلتة طالما هم في حالة اتزان. بس أحيانا القانون ده بيبقى عبارة عن، وركز الله يكرمك، مجموع أي قوتين أكبر من التلتة فقط. إمتى بستعمل أكبر من أو يساوي وإمتى بستعمل أكبر من؟ قال لك أكبر من أو يساوي دي الحالة العامة، يعني ما شرطش معاك حاجة. طب بستعمل اكبر من بس امتى؟ ركز بقى، لو قال لي ان القوه دي ليست على استقامه واحده. خلاص؟ طيب الاولى دي اللي هي مجموع قوتين اكبر من او يساوي الثالثه، دي حاله عامه، يعني ممكن يبقوا على استقامه واحده او ممكن ما يبقوش على استقامه واحده زي قاعده لامي. انما اما يقول لي القوه دي ليست على استقامه واحده، فاستحاله ان مجموع اي قوتين يساوي الثالثه. بص، القوة لما بتبقى على استقامة واحدة الاتزان بتاعها بيبقى الشكل ده كده. بص، لو انت تخيلت ان ماشي هنا قوة 5 وماشي هنا كمان قوة 7، فعشان يحصل اتزان دول قوتين ماشيين في نفس الاتجاه ولهم نفس خط العمل فمحصلتهم ب 12، فعشان يحصل اتزان لازم يجي هنا قوة 12 ماشية الناحية التانية عكسهم، فكده في اتزان لان في هنا 12 يمين و12 شمال، بس ده الشرط بتاعهم ان هم على استقامة واحدة، فعشان كده بنحط علامة اليساوي. انما ما يقول لي ليست على استقامه واحده يبقى الشرط ده عمره ما هيحصل، عمر مجموع اي قوتين ما هيساوي الثالثه، فعشان كده بنشيل علامه اللي يساوي. خلاص؟ يبقى انا عندي لما يجيب لي مجموعه قوى مجموع اي قوتين اكبر من او يساوي الثالثه، امتى؟ لما ما يشرطش عليا ان يقول لي القوه دي ما فيش شرط خلاص. انما ما يقول لي ليست على استقامه واحده لازم ان مجموع اي قوتين اكبر من الثالثه بس. دي معلومه مهمه جدا جدا. ها؟ هنا بيقول لي اي من مجموعات القوى يمكن ان تكون متزنه. بص، عشان تسهل على نفسك انا هاخد اصغر قوتين، هو المفروض مجموع اي قوتين، ما انا لما اخد اصغر اثنين يبقى انا سهلت على نفسي. طب دي 8 8 8 فالقوى كلها قد بعض، خلاص انا هاخد مثلا ال 8 دي وال 8 دي هجمعهم هيبقى 16. ايه علاقه ال 16 بال 8 اللي هي القوه الثالثه اكبر منها؟ يبقى انا بالنسبه لي دي بتعمل اتزان. وانا قلت لك اكبر من او يساوي. طب هنا اصغر قوتين 8 و8 مجموعهم 16،
ايه علاقتها بال 16 بيساويها؟ هل اخد اليساوي هنا؟ اه، لان هنا ما قاليش شرط، فطالما ما قاليش شرط فينفع علامه اليساوي في المتباينه، يبقى دي برضو بالنسبه لي صح. طب هنا اصغر قوتين 8 و8 16، ايه علاقتها بال 20؟ ده اقل منها. ينفع ان مجموع قوتين يبقى اقل من القوه الثالثه؟ قال لك لا. يبقى انا بالنسبه لي رقم 3 غلط، يبقى انا معايا 1 و2 فقط. 1 و2 هم اللي صح، اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار الجي. لان لو معايا قوتين 8 و8 فالمحصله بتندرج ما بين ايه؟ ما بين طرحهم اللي هو صفر ومجموعهم اللي هو 16، فاستحاله ان انا يبقى معايا 20. وصلت؟ وصلت باذن الله. تعال نشوف اللي بعده. 9 بيقول لي اي من مجموعات القوى الاتيه لا يمكن ان تكون متزنه. هنا قال لك شرط؟ لا. يبقى خلاص نستعمل القاعده الاولى، ان مجموع اي قوتين اكبر من او يساوي الثالث. هنا اقدر احط يساوي طالما ما شرطش عليا. طب اصغر قوتين هنا هم مين؟ ال10 وال5 مثلا. ف10 و5 15، ايه علاقتها بال10 دي؟ اكبر منها، يبقى دي ينفع. هنا اصغر قوتين 4 و6 اللي هي 10، ايه علاقتها بال10 دي؟ بتساويها. ينفع يساوي هنا؟ اه، لانه ما شرطش عليا، فدي صح. اصغر قوتين هنا اللي هم 7 و8 مجموعهم 15، ايه علاقتهم بال11؟ اكبر منها، فدي برضو صح، يبقى اكيد الاخيره غلط. اصغر قوتين هنا اللي هم مين؟ 4 و8 مجموعهم 12، ايه علاقتها بال14؟ ده اقل منها. القانون ما فيش اقل من خالص، يبقى الاختيار د هو الاختيار مين؟ اللي غلط، او دول ما ينفعش ان هم يبقوا متزنين. 11 بيقول لي ثلاث قوى ليست على استقامه واحده. الله يكرمك، ليست على استقامه واحده، شرط مهم جدا جدا. وطلع في نقطه، فاذا كان مقدار قوتين منهم 7 و3 فان مقدار القوه الثالثه يمكن ان يساوي ايه؟ مش احنا عارفين لو معايا ثلاث قوى والقوه دي في حاله اتزان بتبقى القوه الثالثه اهي اللي انا عايزها، بتبقى عباره عن محصله الاثنين دول؟ اه، يعني قاف 3 اللي هي القوه الثالثه عباره عن محصلته. طب انا عارف ان دايما دايما، وركز معايا، ان المحصله بتنتمي لايه؟ بتنتمي للفتره المغلقه. وركز، انا عارف انا بقول ايه من الفرق للمجموع، صح؟ يعني 7 ناقص 3 4، 3 و7 10. بس انا لو عملتها كده في السؤال ده غلط. ليه؟ لان دي القاعده العامه، دي القاعده العامه، ان انا بالنسبه لي 4 لو هما متضادتين في الاتجاه، و10 لو لهم نفس خط الاتجاه، او هما لهم نفس خط العمل، يعني هما على استقامه واحده. ما هو حاله ان هما يبقوا عكس بعض في الاتجاه، مثلا دي طالعه كده ودي خارجه، هنمسح دي بس كده نعملها. بص، لو هما لهم نفس خط العمل يبقى بالنسبه لي واحده يمين واحده شمال، فكده بجيب الصغيره اللي هي 4. انما لو كانوا مثلا الاثنين ماشيين مع بعض فبجيب مجموعهم، دي في حاله ان هم على استقامه واحده. فطالما شرط الاستقامه الواحده مش هينفع زي السؤال ده، ليست على استقامه واحده، ففي السؤال ده بالذات يبقى المحصله بتنتمي للفتره المفتوحه من 4 لحد 10. ليه؟ لان الاربعه دي هتيجي لو هم متضادتين في الاتجاه، وال10 دي هتيجي لو هم لهم نفس خط العمل وفي نفس الاتجاه. فانا استبعدت الشرطين دول لانهم قالوا ليست على استقامه واحده، يبقى لازم ان المحصله ما بين الاربعه والعشره والاثنين مفتوحين. يبقى ما ينفعش اختار العشره لان دي قيمه عظمى، فده معناها ان هم في نفس الاتجاه. ما ينفعش اختار اربعه لان دي هي كده قيمه صغرى ويعتبر برضه في نفس الاتجاه. الخمسه موجوده في الفتره دي فتنفع، طبعا الثلاثه اقل من الرقم ده فما ينفعش، يبقى الاختيار ج هو الصح. كل المسائل دي بتقيس المفاهيم بتاعتك ومهمه جدا جدا معاك. السؤال رقم 12، ثلاث قوى مستويه ومتزنه تؤثر في نقطه، قياس الزاويه بين القوتين الاولى والثانيه 60، بين الثانيه والثالثه 150، فان النسبه بين مقادير القوى. طبعا هنا هو يعتبر مطبق قاعده لامين. لو رسمنا شكل بسيط كده، دي مثلا قاف 1، دي قاف 2، دي قاف، لا لازم تبقى خارجه بقى، دي قاف 3. خلاص، قال لك الزاويه بين القوه الاولى والثانيه 60، دي 60، وبين الثانيه والثالثه، الثانيه والثالثه دي 150. طيب 60 و150 210، اطرح او شيل 210 من 360 يبقى 150. خلاص، يبقى اذا القوه هنا الثالثه بكام؟ ب 150. فبيقول لي النسبه بين مقادير القوه. طب انا عارف قاعده لما بتقول لك ايه؟ قاف 1 على جهه الزاويه بين القوتين الثانيين، يعني على جهه 150، هيساوي قاف 2 على جهه الزاويه بين القوتين التانيين اللي هي 150 برضه، هيساوي قاف 3 على
جه الزاويه بين القوتين التانيين اللي هي جه 60. النسبه بين البسط هي النسبه بين المقام، صح؟ يعني ق 1 الى ق 2 الى ق 3 بيساوي ج 150 الى ج 150 الى ج 60. ج 150 بكام؟ بنص. الى ج 150 برضه بنص. الى ج 60 جذر 3 على 2، يبقى النسبه نص الى نص الى جذر 3 على 2. يا باشمهندس مش موجوده في الاجابات، ما الاجابات اصلا انا مش شايف في مقام، فانا هضرب النسبه دي كلها في كام؟ في 2، فالمقام ده هيختفي، يبقى هي 1 الى 1 الى جذر 3. وطالما اول قوتين متساويتين يبقى لازم اول رقمين شبه بعض. فهنا 1 1 هنا جذر 3 جذر 3، فدي غلط. طبعا دول غلط لان اول قوتين متساويتين، فهي 1 1 الى جذر 3 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار ألف. السؤال 13 بيقول لي القوة التي تتزن مع القوتين المتعامدتين ق وق نيوتن قياس زاوية ميلها على إحدى القوتين بيساوي كام؟ طيب ركز معايا في السؤال ده لأن السؤال ده خادع شوية. بص، أنت دلوقتي معاك قوتين متعامدتين وليكن بالشكل ده كده، خلاص؟ قال لك إن القوتين دول اسمهم ق وق. عظيم. القوتين دول متساويتين في المقدار، فده بيدل إن المحصلة بتاعتهم هتبقى جاية في النص بالظبط. طالما القوتين متساويتين في المقدار فالمحصلة بتنصف الزاوية ما بينهم، يبقى إذا المحصلة جاية بالشكل ده كده. دي محصلة القوتين دول، يعني هي يعتبر لغتهم. حلو. هو السؤال بيقول لك إيه؟ بيقول لك القوة اللي بتتزن مع القوتين المتعاملتين، ما القوة اللي بتتزن مع الاتنين دول قد المحصلة دي في المقدار وعكسها في الاتجاه، يعني القوة اللي هتتزن معاهم هتبقى بالنسبة لي عكس القوة دي في الاتجاه. بص كده، يعني مثلا هتبقى جايه كده. دي مين دي؟ ده دي القوه اللي هتتزن معاها، وليكن سميها قاف شرط. تاني، لو معايا قوتين متعامدين قاف وقاف، القوه اللي هتتزن معاهم قد المحصله بتاعتهم في المقدار عكسها في الاتجاه، فانا جبت المحصله بتاعتهم، انا عرفت ان المحصله هتبقى في النص لان القوتين متساويتين في المقدار، وعكسها في الاتجاه، المحصله طالعه كده، يبقى القوه اللي بتتزن معاها كده. كلام جميل جدا. طيب مش دي يا باشمهندس زاوية 90؟ أيوه، يعني دي 45 دي 45. هو بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك قياس زاوية ميلها هي مين؟ القوة اللي بتتزن معاهم على إحدى القوتين. يعني هات لي زاوية ميلها يا إما على دي يا إما على دي. ما هما الاتنين متساويتين مش هتفرق. مش دي زاوية مستقيمة؟ أه. دي 45 يبقى هنا 135. وفوق برضو دي 45 يبقى دي 135. يبقى زاوية ميلها على إحدى القوتين ب 135 درجة اللي هو الاختيار ج، وده سؤال جميل جدا جدا وفي فكرة فلازم تركز عليه. السؤال رقم 14 بيقول لي ثلاث قوى مستوى مقاديرها 5 و6 و7 تؤثر في نقطة مادية، فإذا كانت القوة في حالة اتزان يبقى محصلة أي اتنين بتساوي التالتة. عايز جيب تمام الزاوية بين القوتين التانية والتالتة. هو عايز الزاوية ما بين الاتنين دول. خلاص، يبقى أنا هشتغل إن الخمسة هي محصلتها. مش القوة دي في حالة اتزان؟ اه، يبقى محصلة أي اتنين بتساوي التالتة. فهو عايز طالما جيب تمام الزاوية بين القوتين التانية والتالتة يبقى الخمسة هي محصلة. يبقى أنا عرفت إن القوة خمسة هي محصلة القوتين ستة وسبعة. طب ما تيجي كده نشتغل بالقانون، القانون بيقول إيه؟ بيقول إن ح تربيع بيساوي ق واحد تربيع زائد ق اتنين تربيع زائد اتنين ق واحد ق اتنين جتا ي. وقلت لك عشان تجيب الجتا ي هودي دي الناحية التانية تبقى ح تربيع ناقص ق واحد تربيع. وأود القاف 2 يبقى ناقص قاف 2 تربيع، وأقسم على اللي قبل الجتا ي، يعني أقسم على 2 قاف 1 قاف 2، ده قانون سهل للجتا ي. طب تعالى نجيب الجتا ي بتساوي، ما دي الزاوية ما بينهم، خلاص؟ المحصلة أهي، المحصلة تربيع اللي هي 5، ما 5 هي المحصلة، يبقى 5 تربيع. ناقص القوة الأولى اللي هي 6، يبقى ناقص 6 تربيع. ناقص القوة الثانية اللي هي 7، يبقى ناقص 7 تربيع. على 2 في القوة الأولى اللي هي 6، على القوة الثانية اللي هي 7. نحسب دي، جبنا جيب تمام الزاوية بمنهم بكل بساطة. فدي عبارة عن 5 تربيع ناقص 6 تربيع ناقص 7 تربيع على 2 في 6 في 7، فطلعت سالب 5 على 7. يبقى جيب تمام الزاوية ما بينهم سالب 5 على 7 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار ب يا باشمهندس. السؤال اللي بعد كده رقم 15 بيقول لي إذا اتزن الجسم تحت تأثير ثلاث قوى بالشكل المقابل فأي الجمل الآتية صحيحة؟ طبعا لو انا طبقت هنا قاعدة لامي فالمفروض اخد قف واحد على جهة الزاوية بين القوتين التانيين، يعني على جهة سيتا واحد، هيساوي قف اتنين على جهة الزاوية بين القوتين التانيين، يعني جهة سيتا اتنين، هيساوي قف تلاتة
على جهة الزاوية بين القوتين التانيين اللي هي جهة سيتا 3. خلي بالك من حاجة، ان طالما الثلاثة دول في حالة اتزان يبقى المحصلة كمتجهات عبارة عن قف واحد زائد قف اتنين زائد قف ثلاثة. اي محصلة في المتجهات بتساوي مجموع القوى، بس هم عشان في حالة اتزان يبقى بيساوي المتجه الصفري. دي كلها معلومات من الرسمة دي. فبيقول لي قف واحد زائد قف اتنين زائد قف ثلاثة بيساوي صفر، ما حصلش. المتجهات هي اللي بتساوي صفر. كل القوى دي عبارة عن قيم صحيحة موجبة أو بتنتمي لمجموعة الأعداد، مش الصحيحة بقى، يعني أنا بالنسبة لي الأعداد صحيحة أو أعداد نسبية عادي، يعني يعتبر أعداد حقيقية موجبة. خلاص؟ فأكيد إن مجموعهم مش هيساوي صفر لأنهم عاملين اتزان. فأول واحدة دي غلط. إنما في المتجهات تمام جدا. في المتجهات يا باشمهندس أنا بقصد مقدار واتجاه، فالمحصلة في المتجهات بتساوي مجموعهم بتساوي المتجه الصفري لأنهم في حالة اتزان، لأنه قال لي إذا اتزن يبقى هما في حالة اتزان. طب رقم ثلاثة، دي طبعا قاعدة تلاقي قف واحد على جهة سيتا واحد، قف اثنين على جهة سيتا اثنين، قف ثلاثة على جهة سيتا ثلاثة، فدي برضو بالنسبة لي صح. يبقى اثنين صح وثلاثة صح، يبقى اثنين وثلاثة فقط اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب يا باشمهندس. خلاص؟ كل دي بتقيس مفاهيم لازم تبقى عارفها. 16 بيقول لي إذا كانت المجموعة دي متزنة فإن القاف بكام؟ طيب الشكل ده احنا عايزين نحلله ونطلعه كده ونعمله قاعدة لامي يا باشمهندس. الموضوع سهل. لو انت ملاحظ الثلاث قوى دول طالعين من عند ألف. خلاص؟ حلو جدا. تعالى نرسم احنا شكل شبهه كده. بص، في قوة هنا اللي هي جاية 10، وفي هنا قوة اللي هي طالعة اللي هي كاف، وفي هنا قوة جاية اللي هي قاف. خلاص ده الشكل اهو تقريبا. هنا القوة 10، هنا القوة اللي هي كاف، وهنا يا باشمهندس القوة اللي هي قاف. بص بقى معايا، عايزين الزوايا. ركز، هو مديك ان المثلث ده متساوي الاضلاع، يبقى كل زاويه ب 60، دي 60 دي 60 دي 60. خلاص؟ كلام جميل جدا. دلوقتي يا باشمهندس اجيب الزوايا ازاي؟ مفيش اسهل من كده. بص، مش دي زاويه مستقيمه؟ اه ده فلو دي 60 يبقى دي 120، يبقى الزاويه ما بين قاف وكاف 120، دي 120. حلو جدا. طب مش انت عندك ده اهو بيوازي ده؟ اه، فده حرف يو، ولو دي 60 يبقى دي كلها كام؟ 120. يبقى ضرب الزاويه دي بكام؟ ب 120. الله، 120 و120 240، يبقى الزاوية الثالثة 360 ناقص 240 يعني 120، يعني دي برضه بكام؟ ب 120. فدول ثلاث قوى متلاقيين في النقطة دي اللي هي ألف، والثلاث زوايا قد بعض، يبقى القوى كلها قد بعض، صح؟ وطالما الزوايا قد بعض يبقى القوى قد بعض، لأن لو طبقت قاعدة لامي هقول قاف على جهة الزاوية اللي هي جهة 120، أو قاف على جهة 120 هيساوي كاف على جهة 120 هيساوي 10 على جهة 120، صح؟ بس هو طالما التلات زوايا قد بعض يبقى البسط كله قد بعض، يبقى اذا ق بتساوي ك بتساوي 10، يبقى كل واحده ب 10. هو عايز الق بس، اقول له الق باذن الله بتساوي 10، اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار الف. 17 بيقول لي الف نقطه ماديه متزنه تحت تاثير القوى الثلاثه الموضحه بالشكل، حيث ق تتزن مع القوتين 8 و8. ق بتتزن معاهم، يبقى ق هي محصلتهم، قدهم في المقدار وعكسهم في الاتجاه. تتزن مع قوتين مقدار كل منهما 8 وتصنع مع كل منهما زاويه قياسها 120، فان قيمه القاف ليها اكتر من حل، ولها حل سهل قوي. مش دي 120 ودي 120؟ اه، يبقى بالنسبه للزاويه الثالثه هنا برضو 120، لان 120 و120 240، شيل ال 240 من 360 تطلع 120 درجه. فطالما الثلاث زوايا قد بعض يبقى الثلاث قوى قد بعض، يبقى اذا قاف بكام؟ ب 8. ده حل. الحل الثاني، بما ان ق بتتزن مع الاثنين دول فهي بتساوي محصلتهم، يبقى ق بتساوي محصله القوتين اللي هم 8 و8. 8 و8 قوتين متساويتين في المقدار، فانا هستعمل القانون اللي هو 2 ق جتا يقع على الاثنين. فده عباره عن 2 في احدى القوتين اللي هي 8 في جتا نص الزاويه. الزاويه ما بين 8 و8 120، فنصها يبقى جتا 60. جتا 60 بنص هتطير مع الاثنين فتطلع لك ان هي 8، يبقى ق ب 8. وصلت؟ الموضوع سهل خالص. الثلاث زوايا قد بعض يبقى الثلاث قوى قد بعض، يبقى 8 مباشره. او ان انا عارف ان ق طالما في حاله اتزان يبقى هي محصله الاثنين دول. طب دول قوتين متساويتين في المقدار، الزاويه اللي بينهم من 20، استعملت قانون الدرس الاول جبت المحصله بتاعتنا بكل بساطه بفضل الله. السؤال اللي بعد كده رقم 18 بيقول لي ثلاث قوى متزنه مقاديرها ق ك 4 جذر 2، قياس زاوية ب أ ج ب 90، قياس زاوية ب أ د ب أ د دي ب 135. معايا 90 و135 يعني 225.
هنشيلهم من 360 فيفضل لك 135، يبقى الزاويه دي برضو بكام؟ ب 135. لو في زاويتين قد بعض اعرف ان القوتين قد بعض، ماشي؟ فبيقول لي قاف وكاف بتساوي كام؟ الموضوع تافه جدا. ازاي؟ انا هقول قاف على جا الزاويه من القوتين التانيين، يبقى قاف على جا 135 هيساوي كاف على جا الزاويه من القوتين التانيين، يبقى كاف على جا 135 هتساوي يا باشمهندس 4 جذر 2 على جا الزاويه من القوتين التانيين، يبقى 4 جذر 2 على جا 90، وجا 90 اللي هي بواحد. طالما المقامين دول قد بعض يبقى البسطين دول قد بعض، يبقى قاف بيساوي كاف بيساوي ايه؟ هضرب ده في ده واقسم على الواحد، يبقى دي عباره عن 4 جذر 2 في جا 135، يبقى دي عباره عن 4 جذر 2 في جا 135 بجذر 2 على 2. وصلت؟ او خليها 1 على جذر 2، ما 1 على جذر 2 بتساويها برضه، خلي بالك يعني. بس انا بقول لك 1 على جذر 2 عشان هتبقى سهله بالاختصار. هنشيل دي مع دي فيفضل لك ان هي 4. يبقى كل واحدة فيهم بتساوي 4، اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار أ يا باشمهندس. خلاص، هل في مشاكل؟ الموضوع سهل والله. وطالما دول قوتين متعامدتين طبيعي إن دي تبقى 4 ودي 4، لأن القوتين المتعامدتين هتبقى المحصلة 4 جذر 2 وهتبقى جاية في النص هنا، فعشان تعمل اتزان مع دي يبقى فعلا لازم تبقى 4 جذر 2، وده كلام منطقي جدا، ولكن التعويض خلاص هو خلص المسألة. السؤال 19 بيقول لي إذا كان الشكل المقابل يوضح اتزان جسم تحت تأثير ثلاث قوى متلاقية في نقطة مقدارها قاف واحد قاف اثنين قاف ثلاثة وأضلاع المثلث القائم بتوازي خطوط عامل هذه القوة، يبقى نفكر في قاعدة مثلث القوى، فإن قاف واحد إلى قاف اثنين إلى قاف ثلاثة. طب بص معايا كده، تعالى نكبر دي. ده مثلث صح؟ دي ثلاثة دي أربعة، من فيثاغورس الضلع ده بكام؟ بخمسة. خلاص؟ تعالى يا عم سمي المثلث ده أ ب ج. بص احنا ممكن نرسم ما يوازي القوة ازاي؟ يعني قاف واحد بتوازي الضلع ده صح؟ وقاف واحد نازلة لتحت، فأنا ممكن أنقل قاف واحد هنا أهو، شلتها من هنا خالص. طب قاف اتنين ماشية في الخط ده، يعني ده نفس خط عملها وطالعة لبره كده، يبقى أنا ممكن أجيب القاف اتنين هنا كده وأشيلها من هنا. فأنا كده قدرت أخلي القوة التلاتة على أضلاع مثلث، والأضلاع دي في ترتيب دوري واحد. قال لك بقى قاعدة مثلث القوة بتقول لك إيه يا باشمهندس؟ قاعدة مثلث القوة بتقول لك التالي، بص معايا. بتقول لك لو أنت معاك ثلاث قوى وقدرت تمثلهم في أضلاع مثلث ترتيب دوري واحد، فإن مقادير القوة بتتناسب مع الأضلاع، يعني إيه؟ يعني قاف واحد على الضلع بتاعه، يبقى قاف واحد على الأربعة، هيساوي قاف اتنين على الضلع بتاعه اللي هو تلاتة، هيساوي قاف تلاتة على الضلع بتاعه اللي هو خمسة. فلو أنت عايز قاف واحد إلى قاف 2 إلى قاف 3، النسبة بين البسط هي النسبة بين المقام، يبقى 4 إلى 3 إلى 5، وهي دي قاعدة مثلث القوة. خلاص؟ لو قدرت تمثل القوة في ترتيب دوري واحد في أضلاع مثلث لازم يبقوا ماشيين ورا بعض، لأن القوة دي بتتناسب مع الأضلاع دي، فأنا جبت الأضلاع بتاعتي والمسألة خلصت بكل بساطة بإذن الله. 20 بيقول لي جسم وزنه 90 سكل جرام معلق في ناحيتي خيط طوله 30 سم، جذب الجسم تأثير قوة أفقية حتى اتزن وهو على بعد 24 سم من الحائط، فإن الشد ناقص القوة بيساوي كام؟ لو لاحظت الزاوية دي بكام؟ ب 90، فده مثلث قائم ودي ب، يبقى أنا أقدر أجيب الضلع أ ب ده من فيثاغورس عبارة عن جذر الوتر اللي هو 30 تربيع ناقص الضلع 24 تربيع. جذر 30 تربيع ناقص 24 تربيع طلعت معايا ب 18 سم، يبقى الالف ب ده بكام؟ ب 18. اقدر امثل القوه دي في مثلث قوه؟ تعالى، ال 90 دي نازله من تحت فممكن بتوازي الحيطه دي، فانا هشيل ال 90 دي واكتبها هنا، يبقى كان القوه 90 جايه هنا. قوه قاف ماشيه في الضلع دي، فانا ممكن اخليها ماشيه هنا في الضلع ده واشيلها من هنا، وده نفس خط عملها. تمام؟ تمام. فانا كده لو ملاحظ القوة الثلاثة ماشيين في ثلاث في ترتيب دوري واحد، يبقى انا ممكن استعمل قاعدة مثلث القوة. ازاي؟ هقول قاف على الضلع بتاعها اللي هو 24 هيساوي، او تعالى انا هبتدي بالشد. على فكرة مفيش مشاكل، بس انا هقول لك ليه دلوقتي. اهو الشد على الضلع بتاعه، الشد الضلع بتاعه 30 هيساوي قاف على الضلع بتاعه، قاف على الضلع بتاعها اللي هو 24 هيساوي القوة اللي هي بالاحمر 90 على الضلع بتاعها اللي هي كام؟ اللي هي 18. حلو حلو. 90 على 18 اعتقد فيها الخمس. 90 على 18 فيها الخمس.
ليه انا عملتها كده؟ هو عايز شيل ناقص قاف، وانت عرفت انا بحب خواص النسبه والتناسب جدا جدا جدا. بدل ما اجيب الشيل لوحدها والقاف لوحدها انا هنهرب من الكلام ده. انا هطرح يبقى شيل ناقص قاف، يبقى هطرح المقام 30 ناقص 24 يبقى 6 بيساوي احدى النسب، يعني يا اما دي يا اما دي يا اما دي يا اما دي، فناخد اسهل نسبه اللي هي 5. اضرب بقى مقص، يبقى شيل ناقص قاف بيساوي 5 في 6 بكام؟ ب 30. لو كان كل عايز واحده لوحدها فاقول الشيل 30 في 5 ب 150، والقاف 24 في 5 يعني كام؟ يعني 120. لما اطرح 150 ناقص 120 تطلع ب 30، بس انا بدل ما اجيب كل واحده انا بحلها بقواس النسبه والتناسب، يبقى الفرق ما بينهم 30 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار د. السؤال 21، مصباح وزنه 280 سكلو جرام معلق في نهايه خيط، التزم بتاثير قوه عموديه على الخيط عندما يميل الخيط على الراس بزاويه قياسها 60. دايما دايما القوه او قوه الوزن بتوازن الحيطه. فلو ملاحظ هم عاملين حرف يو اهو، ده حرف يو، فلو دي 60 يبقى دي 120. حلو، دي 120 وكمان 90 يبقى 210، يبقى 360 ناقص 210 يبقى 150، يبقى بالنسبه لي دي 150. اذا انا خلصت المساله. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن قاعده لام يا باشمهندس، صح؟ معايا ثلاث قوى اهي متلاقيه في نقطه اللي هي ج، يبقى انا هستعمل قاعده لام. يلا، يبقى ق على جهه الزاويه اللي قصادها او جهه الزاويه من القوتين التانيين، يبقى ق على جهه 120 هيساوي الشد على جهه الزاويه دي، يبقى الشد على جهه 150. على فكره ممكن ما كملش، ليه؟ لان هو عايز قاف على شين، ولكن لو عايز تكمل قول بتساوي 280 على جهه الزاويه دي اللي هي جهه 90. انا مش هقعد اجيب القاف واجيب الشين، ويعني اجيب القاف 280 في جهه 120 والشين 280، هو عايز قاف على شين، خواص النسبه والتناسب بتحل الكلام ده. فهنا هقسم البسط على البسط، يبقى قاف على شين، يبقى هتساوي هقسم المقام على المقام، يبقى جهه 120 على جهه 150. جا 120 بجذر 3 على 2، جا 150 بنص، شيل الاثنين دي مع الاثنين دي، يبقى هي عباره عن جذر 3 على 1 يعني جذر 3. يبقى الاجابه بتاعتي جذر 3 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار د. 22 بيقول لي علق ثقل مقداره واو نيوتن في طرف خيط مثبت الطرف الاخر في حائط راسي وشد الثقل بقوه افقيه. نيوتن فتزن عندما كان الخيط مائلا على الحائط بزاويه قياسها سيتا، اي الجمل الاتيه غير صحيح في وضع الاتزان؟ دي تلات قوى متلاقيه في نقطه، طالما دي قوه افقيه يبقى بتعمل مع الوزن زاويه 90. حلو جدا، زي ما قلت لك الوزن دايما بيوازي الحيطه، فهو عامل معاها حرف يو. لو الزاويه دي سيتا يبقى الزاويه دي اهي 180 ناقص سيتا، اهي الزاويه دي. خلاص، طب اجيب الزاويه اللي فوق دي ازاي؟ سهله جدا على فكره، في طريقتين. اول طريقه لو انت جيت رسمت ده كده على استقامته مديته، فده كده يعتبر بيوازي ده، فلو دي سيتا يبقى دي سيتا، ودي 90 يبقى دي 90 زائد سيتا، دي طريقه. الطريقه الثانيه اللي انا بفضلها بصراحه، بتفضل واحده اسهل من دي؟ اه، بص معايا كده، همسح دول وهنكتبهم ثاني اهو. احنا اتفقنا ان دي كام؟ 90، ودي كام؟ 180 ناقص سيتا. دي زوايا متجمعه حول نقطه، يبقى لازم مجموعهم 360. انا معايا 90 ومعايا 180 يبقى 270، يبقى فاضل 90. يا باشمهندس طب السالب سيتا دي اعمل فيها ايه؟ اديها اللي يلغيها. بص، اديها اللي يلغيها. دي سيتا عشان تبقى مع سالب سيتا يروحوا، فيفضل لك الزوايا. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. فانا كده يعتبر طبقت قاعده لام. جايب لي علاقات كتير جدا، تمام؟ تعال نشوف. لو طبقت قاعدة لام يبقى واو على جهة الزاوية اللي قصادها، يعني واو على جهة 90 زائد سيتا هيساوي قاف على جهة الزاوية اللي قصادها، يبقى قاف على جهة 180 ناقص سيتا هيساوي، ها خدنا قاف وخدنا واو، فاضل شين، يبقى شين على جهة الزاوية اللي قصادها اللي هي جهة ايه؟ جهة 90. خلاص؟ طيب تعال نشوف أول واحدة، بيقول لي قاف عبارة عن واو زا سيتا. هو طبعا بيقارن قاف بواو، فاحنا هناخد دي ماشي. يعني الشكل ده ممكن يتبسط ازاي؟ دي واو على 90 زائد في الربع الثاني والمجام وجابها، و90 هتغير الجهه تخليها جتا، يبقى دي جتا سيتا هيساوي قاف على 180 ناقص في الربع الثاني والجام وجابها، وال180 ما تغيرش يبقى دي جا سيتا. يبقى عشان اوصل للواو هعمل ايه؟ ولا عشان اوصل للقاف، هو عايز القاف ماشي، وعايز قاف بتساوي
بص، قاف بتساوي بقسم على اللي قصادها، يعني بقسم على جتا سيتا وبضرب دول في بعض يبقى واو جا سيتا. ادي الواو وجا سيتا على جتا سيتا تديك ظا سيتا، ودي صح، يبقى واو ظا سيتا الكلام ده برضو صح. بيقول لي واو متجه زائد قاف متجه زائد شين متجه بيساوي المتجه الصفري، دي برضو صح. ليه يا باشمهندس؟ قلت لك، قال لك ان القوه دي في حاله اتزان، يبقى محصله القوه الثلاثه كمتجهات عباره عن مجموعهم، يعني عباره عن واو متجه زائد شين متجه زائد قاف متجه، ولازم تساوي المتجه الصفري لان هما في حاله اتزان، يبقى فعلا واو زائد قاف زائد شين بصفر. بيقول لي شين تربيع بتساوي قاف تربيع زائد واو تربيع. ركز معايا دلوقتي، لو انت ملاحظ ايه، قاف وواو دول قوتين متعاملتين، لو جيت قلت لك هات لي المحصله بتاعتهم هتقول لي المحصله تربيع، عباره عن القوه دي تربيع زائد القوه دي تربيع، يعني قاف تربيع زائد واو تربيع. ليه؟ لان دول يا باشمهندس قوتين متعاملتين، فالمحصله بتاعتهم بتبقى جذر ده الاول تربيع زائد ده تربيع، او ممكن ح تربيع بيساوي قاف تربيع زائد واو تربيع، صح؟ يعني احنا ممكن نكتبها برضو ان ح بيساوي جذر، عادي جدا، دي هي دي، صح؟ حلو. طب مش انا اتفقت معاك لو انت في حاله اتزان محصله اي اتنين بتساوي الثالثه؟ اه، وعكسها في الاتجاه، يبقى محصله قاف وواو هي شين، يعني انا ممكن اشيل الح واحط شين، فاذا يبقى الشين تربيع بيساوي قاف تربيع زائد واو تربيع، فدي برضو علاقه صح ومهمه جدا جدا. يبقى اخر واحده هي اللي غلط، لان الشين عمرها ما تساوي قاف زائد واو الا لو، افهم معايا وركز، كل دي والله حاجات لطالب فاهم. امتى الشين تساوي قاف زائد واو؟ لو مثلا الشين ماشيه كده والقاف ماشيه كده والواو ماشيه كده، يعني هم على استقامه واحده، فقاف وواو ماشيين في حته وشين ماشيين في حته، وبرده في حاله اتزان، يعني على استقامه واحده. طبعا الشكل اللي جاي لي مش كده، يبقى دي برده بالنسبه لي هي اللي غلط، يبقى الاختيار ده هو اللي غلط. 23 بيقول لي في الشكل المقابل جسم وزنه 20 ثقل كيلو جرام متزن، فان شين واحد على شين اتنين بيساوي كام يا باش مهندس؟ طبعا دي قوة متلاقية في نقطة. طيب ركز معايا، أنا عايز الزوايا. واحد هيقول لي ده الزوايا هنا يا باش مهندس صعبة جدا، صعبة جدا، بس ركز بس. دي 90 صح؟ يبقى الزاوية دي كلها كام؟ 90 و45 135، ومعاك اللي فوق 75. 135 و75 كام؟ 210. شيل ال 210 من ال 360 يفضل لك 150. يبقى اذا دي بكام؟ ب 150، كلام عظيم جدا وزي الفل. تقدر تطبق قاعده لامي؟ طبعا. يبقى انا بالنسبه لي شين واحد على جاه الزاويه بين القوتين التانيين، يعني على جاه 150 هيساوي شين اتنين، ها؟ شين اتنين على جاه الزاويه بين القوتين التانيين يبقى جاه 135، وكفايه على فكره ممكن ما اكملش. المهم بتساوي 20 على جاه 75. ليه ممكن ما اكملش؟ لان الطريقه الصعبه ان انت تقول لي شين واحد 20 في دي على دي، شين اتنين دي في دي على دي. لا، انا بستعمل خواص النسبه والتناسب. ازاي؟ ما انا هقول شين واحد على شين اتنين، اهو شين واحد على شين اتنين، بسط على بسط بيساوي مقام على مقام، يعني بيساوي جا 150 على جا 135. جا 150 بنص وجا 135 بجذر اتنين على الاتنين، شيل الاتنين مع الاتنين فيفضل لك واحد على جذر اتنين اللي هي جذر اتنين على الاتنين، خلاص؟ فطبعا اللي موجوده واحد على جذر اتنين اللي هو بالنسبة لي الاختيار ايه؟ الاختيار ب يا باشمهندس. وتعال نشوف اللي بعده. 24 هنبتدي في مسائل يا باشمهندس المستوى المائل، بيقول لي الجسم متزن على مستوى مائل املس، فبيقول لي قياس زاوية سيتا بتساوي كام؟ ركز معايا، اكبر بس معلش الرسمة دي، واقول لك بقى خطوات بنعملها. مستوى المائل املس من الدرس الثاني بنتعامل معاه ازاي؟ ها؟ الوزن نازل عمودي لتحت، فأنا بجيب العمود على المستوى بالشكل ده كده، وبعدين برسم اللي في خط اكبر ميل بالشكل ده كده، تمام؟ واتفقت معاك ان انت رد الفعل بيبقى طالع لفوق كده. دول شويه حاجات لازم نبقى عارفينهم. ده رد فعل المستوى. هنا لو الزاويه دي سيتا بتبقى دي برضو سيتا، هنا 30 هنا 30، وال14 دي بنحللها ازاي يا باشمهندس؟ ما هو ال14 دي لو جبتها هنا يبقى 14 جتا سيتا، وهنا 14 جا سيتا، فانت عايز تحللها ماشي، وتقول اللي فوق بيساوي اللي تحت واليمين بيساوي الشمال، صح جدا. مع الفكره دي صح ازاي؟ مش فاهم، هقول لك طريقتين ليها دلوقتي. لو انا حللت ال 14 دي هنا يبقى ده 14 جتا سيتا مطرح ما تنام جيب التمام، وهنا يبقى 14 جا سيتا، والغيت ال 14 خالص.
طالما الجسم ده في حالة اتزان يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت، بس هنا مجهولين، يا اما اليمين بيساوي الشمال، ودي سهلة، 7 بتساوي 14 جا سيتا، 7 بتساوي 14 جا سيتا، هقسم هنا على 14 وهنا على 14 فدي هتروح، يبقى الجا سيتا 7 على 14 اللي هي نص، شفت ساين نص ب 30. يا باشمهندس ده ينفع 150؟ ما فيش 150 في الاجابات، يبقى هي 30. فدي طريقة. طيب ايه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية واللي هي طريقة الدرس بقى، ان احنا هنستعمل قاعدة لامة. قاعدة لامة يا باشمهندس بقى بتقول لك ايه؟ ركز معايا، احنا مش هنحتاج بقى الجزء ده. بص، التلات قوة متلاقيين في نقطة، مين التلات قوة؟ رد الفعل والقوة 7 والقوة 14. ما بين السبعة ورد الفعل الزاوية هنا 90، فدي سهلة. ولازم اتفق معاك لو انت شفت فيديو الشرح، الزاوية دي دايما 180 ناقص اللي هنا. يعني اللي هنا 30 يبقى 180 ناقص 30، اللي هنا 60 180 ناقص 60، طب اللي هنا سيتا يبقى 180 ناقص سيتا. طب مش دي سيتا ودي 90؟ اه، يبقى الزاوية دي كام؟ 90 زائد سيتا. أو بالطريقة الثانية، ها؟ 90 و180 270، فاضل كام على 360؟ 90. واللي يلغي السالب سيتا موجب سيتا. خلاص؟ شوف اللي يلغيها واديها على طول، تمام كده؟ تمام وزي الفل. فكده أنا عملت قاعدة لامي هستعملها إزاي؟ ف 14 على جا الزاوية اللي قصادها يبقى 14 على جا 90 هيساوي 7 على جا الزاوية اللي قصادها يبقى 7 على جا 180 ناقص سيتا هيساوي رد الفعل على جا الزاوية بين القوتين دول اللي هي جا 90 زائد سيتا. خلاص؟ طبعا جا 90 دي بواحد وجا 180 ناقص سيتا في الربع الثاني واللي جابه وجابه 180 غش يبقى دي جا سيتا. فهنا هقول مقام على مقام اهي، يبقى جا سيتا على الواحد بجا سيتا هيساوي بسط على بسط اللي هي 7 على 14 اللي هي فيها النص، شفت ساين النص يبقى بكام؟ ب 30 درجه يا باشمهندس، يبقى فعلا الاجابه بتاعتي باذن الله بتساوي كام؟ بتساوي 30 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار الف. خلاص، سؤال جميل جدا، تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي اذا كان الجسم متزنا تحت تاثير القوى المبينه بالشكل، عايز مني قياس زاويه ايه؟ ها، بنفس الطريقه، يلا بسم الله. ها، الزوايا، بص هما متلاقيين هما كلهم هنا، الزاوية دي بكام؟ 90، هاي 90، دايما الزاوية دي كام؟ 180 ناقص زاوية ميل المستوى اللي هي اهي 90 و180 270 يبقى فاضل 90، واللي يلغي السالب ايه؟ موجب ايه؟ أو اعمل ده على استقامتها اهي وزود على 90، أنت حر. يلا نستعمل قاعدة لامي، أنا اتفقت معاك إن هما كلهم متلاقيين في النقطة دي، خلاص؟ يبقى أنا هقول رد الفعل على جا الزاوية اللي قصادها، يبقى رد الفعل على جا 90 زائد ه هيساوي الوزن على جا الزاوية اللي قصاده، يبقى الوزن على جا 90 هيساوي القوة دي اللي هي اسمها نص واو على جا الزاوية اللي قصادها اللي هي جا 180 ناقص ه. هو عايز مني قياس زاوية ه، ركز معايا، جا 90 دي بواحد، 180 ناقص في الربع الثاني والجنب وجابه وال 180 متغيرش، يبقى دي جا ه، هنقول مقام على مقام، يبقى جا هاء واحد على الواحد بجا هاء هيساوي بسط على بسط، يعني نص واو على الواو، الواو هتروح مع الواو فيفضل لك نص، زي المسألة اللي فاتت، شفت ساين نص يبقى زاوية ه ب 30 درجة، يبقى إذا قياس زاوية ه بإذن الله يا باشمهندس بكام؟ ب 30 درجة، ويبقى الاختيار أ هو الاختيار إيه؟ الصح، خلاص؟ هل فيها مشاكل؟ سهلة بإذن الله. 26 بيقول لي جسم وزنه 18 نيوتن على مستوى ماء الأملس يميل على الأفق بزاوية قياسها 30، ماشي، اتزن بتأثير قوة أفقية مقدارها قاف، طالما قوة أفقية يبقى هي بتعمل مع الوزن زاوية 90، يبقى الزاوية هنا بكام؟ ب 90، والزاوية دي دايماً كام؟ 180 ناقص اللي هنا، طب دي 30، يبقى 180 ناقص 30 يبقى 150، معايا 90 و150 يبقى 240، شيلها من 360 فيفضل لك 120، يبقى الزاوية ده هي بكام؟ ب 120. طريقة تانية، لو دي 30 فدي 30 بالتناظر، ودي 90 30 90 120. احنا خلصنا والله، يلا قاعدة لام، قاف على جا الزاوية اللي قصادها، يبقى قاف على جا 150 هيساوي، ها، رد الفعل على جا الزاوية اللي قصادها يبقى رد الفعل على جا 90 هيساوي 18 على جا الزاوية اللي قصادها اللي هي جا 120، أنت عايز إيه؟ هو عايز مني قاف زائد راه، بحب خواص النسبة والتناسب. ازاي؟ بدل ما اجيب كل واحده لوحدها انا هجمع البسط هنا يبقى قاف زائد ر على هجمع المقامات يبقى جا 150 زائد جا 90 هيساوي احدى النسب يعني 18 على جا 120
يبقى مباشرة عشان أجيب قاف زائد ر بيساوي، بقسم على اللي قصادها اللي هي جا 120 وهضرب الاتنين دول في بعض، يعني 18 في جا 150 زائد جا 90. بس هنحسب دي، الموضوع خلص. بسم الله. 18 افتح قوس ساين 150 زائد ساين 90 على ساين 120. حسبت الكلام ده طلع ب 18 جذر 3. يبقى اذا الاجابه بتاعتي 18 جذر 3، بدل ما اجيب كل قوه لوحدها يبقى انا كده مسالتي خلصت. السؤال 27 بيقول لي جسم وزنه 18 نيوتن على مستوى ماء الاملس يميل على افق بزاويه 30 يتزن بتاثير قوه مقدارها ق في اتجاه المستوى لاعلى، فان ق زائد ر سهله جدا. دايما الزاويه دي كام؟ 180 ناقص زاويه الميل، يعني 180 ناقص 30 ب 150. طبعا الزاويه هنا بكام؟ ب 90. 90 و150 240، شيل ال 240 من 360 يبقى فاضل 120. يعني الزاويه من القوتين دول 120. قاعده لامه ق على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى ق على جا 150 هيساوي رد الفعل على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى رد الفعل على جا 120 هيساوي 18 على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى 18 على جا 90، وجا 90 ده ب 1. برضه عايز ق زائد ر، فانا هستعمل خواص النسبه والتناسب، هجمع الاثنين دول خلاص زائد. او هنا طالما المقام 90 ممكن تجيب كل واحده لوحدها انت عادي، يعني ممكن اقول ان ق عباره عن 18 في دي، يبقى 18 جا 150. طب رد الفعل بيساوي 18 في دي، يعني 18 في جا 120. 18 في جا 150 اللي هي نص يبقى 9. جا 120 بجذر 3 على 2، يبقى 18 في جذر 3 على 2 يبقى 9 جذر 3. هو عايز ق زائد ر، ق ب 9 زائد ر اللي هي 9 جذر 3. خلاص؟ يبقى 9 زائد 9 جذر 3 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار ده. السؤال اللي بعده رقم 28 بيقول لي وضع جسم وزنه 6 ثقل كيلو جرام على مستوى ماء الاملس يميل على الافق بزاويه 30 وحافظ في حاله توازن بواسطه قوه افقيه، فان مقدار القوه الافقيه. غالبا في الامتحان على فكره بيجي لك الرسمه مش مرسومه. ماشي؟ زي اللي فات. ركز بقى معايا وشوف هرسم ازاي. الجسم وزنه 6 موضوع على مستوى بيميل على الافق بزاويه 30. الجسم اهو. خلاص؟ اكيد اكيد انا هنزل بالوزن عمودي اهي. قال لك عشان نحفظه في حاله اتزان انا عملت له قوه افقيه، الجسم هو اللي عملت له قوه افقيه عشان يحصل اتزان. يعني انا بالنسبه لي هنا قوه اسمها ق، وهنا الوزن بتاعه، الوزن بتاعه اللي هو 6. حلو جدا. القوه الافقيه مع الوزن دايما بتعمل زاويه كام؟ 90. معايا ق ومعايا 6، فاضل القوه الثالثه. القوه الثالثه بتاعتهم اللي هي رد الفعل بتاع المستوى اللي بيبقى عمودي عليه بالشكل ده كده. يعني بالنسبه لي رد الفعل. حلو جدا. دايما الزاويه دي كام؟ ها 180 ناقص اللي هنا، 180 ناقص 30 يبقى 150. معايا 150 ومعايا كمان 90 يبقى 240، شيلهم من 360 يبقى 120. يبقى الزاويه ده بكام؟ ب 120. طريقه ثانيه، دي 30 يبقى دي 30 من التناظر، ودي 90 يبقى 120. انت خلصت الرسم؟ اه خلاص انت خلصت. هو عايز مقدار القوه الافقيه، خلاص خد ق على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى ق على جا 150. خد القوة المعلومة، القوة المعلومة اللي هي 6 على جا الزاوية اللي قصادها، يبقى 6 على جا 120. عايز تكمل القانون ماشي، بس ملوش لازمة، المفروض بيساوي رد الفعل على جا الزاوية اللي قصادها جا 90. ليه ملوش لازمة؟ لأن أنا هاخد من هنا دول معلومين فأنا أقدر أجيب الق. يبقى الق بتساوي 6 في اللي قصادها، يبقى 6 في جا 150 اللي هي نص على جا 120 بجذر 3 على ال 2، شيل ال 2 مع ال 2 يبقى 6 على جذر 3 ب 2 جذر 3. يبقى اذا هي عباره عن 2 جذر 3 ثقل كيلو جرام اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار ب. 29 وضع جسم وزنه 6 نيوتن على مستوى املس يميل على افقه بزاويه 30. ها تعالى نرسم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المستوى بيميل على الافق بزاويه كام؟ بزاويه 30. ادي الجسم هعمل ايه؟ الجسم وزنه هينزل عمودي لتحت. ايه ده يا عم؟ الجسم الوزن بتاعه عمود اهو. حلو جدا. قال لك حفظ في حاله التوازن بقوه مقدارها 49 نيوتن تصنع مع خط اكبر من المستوى زاويه سيتا الاعلى. دي مهمه جدا. طيب بالمره تعالى نرسم رد الفعل. ادي رد الفعل عمودي. قال لك عشان نحفظه مع اتزان عملنا قوه مع خط اكبر ميل بتعمل زاويه سيتا لفوق،
يعني الاتزان عمله زاويه كده او قوه جايه هنا كده. ركز بقى معايا، ها هنا الوزن، الوزن اللي هو كام؟ اللي هو وزنه 6. طبعا دي قوه رد الفعل، دي القوه اللي احنا جبناها. قال لك عشان يحصل له اتزان عملنا قوه مقدارها 49، يعني قال لك ان دي 49 بزاويه بتصنع مع المستوى سيتا لفوق، يعني الزاويه دي سيتا. حلو جدا. اجيب الزاويه ازاي؟ ركز معايا، دايما الزاويه دي كام؟ 180 ناقص اللي هنا، صح؟ ف 180 ناقص 30 يبقى 150 درجه. طيب مش الزاويه ده اهي 90؟ انا خدت منها سيتا، يبقى فاضل 90 ناقص سيتا هنا. لو انت عايز تجيب الزاويه دي بسهوله قوي هتعمل ايه؟ ركز معايا، في كذا طريقه. اول طريقه اللي انا بحبها 90 و150 240، فاضل كام على 360؟ فاضل 120. واللي يلغي السالب سيتا موجب سيتا. طب الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه ان انت بترسم اللي بيوازي ده كده، فدي 30 يبقى دي 30 بالتناسب، ودي 90 يبقى 90 و30 120، زود عليها سيتا يبقى 120 زائد سيتا. خلاص دول الطريقتين، هو عايز جتا سيتا. ماشي، ركز معايا اعمل ايه. هناخد الستة على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى 6 على جا 90 ناقص سيتا هيساوي، هاخد القوه المعلومه 49 على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى 49 على جا 150. مش مضطر اكمل على فكره، انا بكتبه لك بس اكمله عدد، على ر على جا الزاويه اللي قصادها اللي هي 120 زائد سيتا. ليه؟ انا هشتغل بالاثنين دول، 90 ناقص في ربع الاول كل الدوال الموجبه، و90 هتغير الجهه تخليها جتا، يعني دي جتا سيتا، دي اللي انا عايزها اصلا. فعشان احسب الجتا سيتا هتساوي، هقسم على اللي قصادها اللي هو 49 واضرب دول في بعض، يبقى 6 في جا 150 اللي هي نص، فيبقى 6 في نص اللي هي 3 على 49. يبقى اذا الاجابه 3 على 49 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار ا يا باش مهندس. السؤال رقم 30، وضع جسم يزن 20 سكل كيلو جرام على مستوى ماء الاملس يميل على الافقي بزاويه ايه؟ هنا ما قالكش الزاويه. ماشي يا عم، المشكله خالص. بص معايا، ادي المستوى، المستوى ده بيميل بزاويه ايه؟ وادي الجسم اهو. في حاجتين اساسيتين هما مين؟ الوزن هينزل كده ورد الفعل بتاع المستوى عمودي لفوق. حلو جدا. الجسم وزنه كام؟ قال لك وزنه 20 ورد الفعل طالع لفوق اهو. حلو. قال لك بزاويه قياسها ايه؟ حيث جاية ب 3 على 5. طب ما ترسم مثلث لليه اهو، ادي ليه الجا مقابل على وتر من فيثاغورس دي ب 4. حلو جدا. منع من الانزلاق بواسطه قوه افقيه، الجسم ده عملنا معاه قوه افقيه بالشكل ده كده عشان ما يوقعش اهو، او عشان ما ينزلقش. بعد كده ناخد مستوى خشن وهنعرف لسه مواويل بقى من ثالثه ثانوي. المهم قال لك قوه افقيه اهي، ده الشكل بتاعه. موضوع ابسط من البساطه، هو عايز قيمه ق. بص، القوه الافقيه مع الوزن هيعمل زاويه 90، الزاويه دي دايما 180 ناقص اللي تحت دي، يبقى 180 ناقص ايه؟ خلي بالك معاك 90 ومعاك 180 يبقى 270، يبقى فاضل كام؟ فاضل 90. واللي يلغي السالب ايه؟ موجب ايه؟ او تقول لي ان دي يبقى الزاويه دي ودي 90، يبقى 90 زائد ايه؟ خلاص؟ حلو جدا. فانا هقول دلوقتي ايه؟ 20 على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى 20 على جا 90 زائد ايه؟ هيساوي قاف اللي انا عايزها على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى قاف على جا 180 ناقص ايه؟ خلاص هما دول اللي هيحلوا لي المساله. لو عايز تكمل قول بتساوي رد الفعل على جا 90. ركز معايا، دي 20 على 90 زائد في ربع الثاني والجا موجبه، و90 هتغير الجهه هتخليها جتا، يبقى دي جتا ايه؟ هيساوي قاف على 180 ناقص في ربع الثاني والجا موجبه وال180 ما اتغيرش، يبقى دي كانها جايه. طب عشان اوصل للقاف هعمل ايه؟ بقسم على اللي قصادها اللي هي جتا ايه؟ وبضرب دول في بعض، يبقى 20 جايه. ادي ال 20 وجايه على جتا ياء بظا ياء، صح؟ يبقى ده 20 في ظا ياء. ظا ياء اجيبها منين؟ من المثلث. الظا مقابل على مجاور يعني ب 3 ارباع. 20 على 4 في 5، 5 في 3 ب 15، يبقى بالنسبه لي 15 سكل كيلو جرام. خلاص؟ هي دي كده بالنسبه لي القوه قاف باذن الله. 15 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار ب. السؤال اللي بعد كده 31 بيقول لي ثقل مقداره واو معلق بخيطين يميلان على الافق بالزاويتين الموضحتين فان ش واحد. ده مثلث القوه بس ده حاله خاصه، ده مثلث القوه العمودي بيبقى فيه ضلعين عموديين. فمثلث القوه العمودي قال لك ايه؟ انك ان بيحصل اتزان
شين واحد على الضلع العمودية عليه. يعني بص لو ده ألف باء جيم فشين واحد على الضلع به جيم اللي هي العمودية عليه، شين اتنين على ألف جيم ده الضلع العمودية عليه، واو على ألف باء. هتقول لي يا باشمهندس هي عمودية عليه ازاي؟ أهي لو أنا مديت خط عملها كده فهتلاقيها إن هي عمودية هنا خلاص. ولكن في حاجة، ده في حالة إن أنت معاك الأضلاع، المثلث ده مش معاك الأضلاع، فهتعمل إيه؟ ركز معايا. لما تلاقي زوايا عود نفسك دايما ان انت تعمل خط افقي هنا. هتعمل ده ليه؟ لان الخط ده اهو بيوازي اللي فوق، فلو دي 30 يبقى ده 30، طب ما دي 90 يبقى دي كلها كام؟ 120. انت خلصت على فكره. ليه؟ دي 120 ودي 90 يبقى 210، يبقى دي 150. طريقه ثانيه، ما ده بيوازي ده يبقى دي 60 اهو حرف الزد، ودي 90 يبقى دي كلها كام؟ 150. فانت كده حولتها لقاعده لامي. طب ما تيجي كده نرسمها كقاعده لامي وتعالى نشوف. ادي شين واحد وادي شين اتنين العموديه عليها وادي الوزن اهو، فده كده الوزن، ودي كده شين واحد، ودي كده يا باشمهندس شين اتنين. شين واحد وشين اتنين الزاويه هنا 90، احنا جبنا الزاويه هنا ب 120 والزاويه هنا ب 150. وصلت؟ طبعا هو عايز شين واحد بدلاله الواو، خلاص شين واحد على جهه الزاويه اللي قصادها يبقى شين واحد على جهه 150 هيساوي اللي انا عايزه الوزن على جهه الزاويه اللي قصادها اللي هي جهه 90 هيساوي، انا مش عايز خلاص هكمل يعني، بس انا اكملك القانون، شين 2 على جهه 120. هو عايز شين واحد والاجابات كلها بدلاله الواو، يبقى انا هاخد النسبتين دول. جهه 90 بواحد يبقى شين واحد في واحد بشين واحد هيساوي واو في جا 150 اللي هي نص، يبقى هي عباره عن نص الوزن، يبقى هي عباره عن نص الوزن اللي هو الاختيار ده. طيب دي لها حل تاني؟ اصل انا اعرف اجيب لك النسب بس بتاعت المثلث ده بالاخص. بص دي كلها حلول والله تفهم بيها استاتيكا وتستريح جدا جدا. المثلث ال 30 ال 60 بيبقى تقدر تعمل نسب للاضلاع ازاي؟ قال لك انا هفرض الوتر نسبته 2، طول الضلع المقابل للزاويه 30 نص الوتر يبقى ده نسبته 1، طول الضلع المقابل للزاويه 60 نص الوتر جذر 3، نص الوتر 1 اضربه بجذر 3 يبقى ده نسبته جذر 3. وابدا اطبق قاعده مثلث القوى العمودي ازاي؟ شين 1 على الضلع العمودي عليه اللي هو نسبته 1، يعني شين 1 على 1 هيساوي الوزن اهو على الضلع العمودي عليه، مش انا قلت لك الوزن العمودي على ده؟ فهو الضلع العمودي عليه اللي هو 2. يبقى اذا شين 1 بيساوي واو في 1 بواو على 2. ما هو واو على الاثنين يعني نص واو، ده حل جميل جدا جدا وسهل وبسيط، بس برضه محتاج حد فاهم مثلث ال 30 ال 60، وصدقني مثلث ال 30 ال 60 ده انا هحل بيه حرفيا اكتر من ربع مسائل الدرس اللي جاي اللي هو تلاقي خطوط العمل، فلازم تبقى عارف المثلث ده. 32 جسم وزنه 150 سكل جرام مرتبط بخيطين متعامدين طولهم 60 45، طرف الخيط ج مبيع على خط افق واحد فانا شيل 2 ناقص 1. ده مثلث قوة عمودي برضه، بس هنا بقى انا عارف الاضلاع، معايا 60 ومعايا 45 اقدر اجيب البيه ج من فيثاغورس اللي هو جذر 60 تربيع زائد 45 تربيع، لان ده الوتر. جذر 60 تربيع زائد 45 تربيع تطلع معايا البيه ج ب 75، يبقى دي بكام؟ 75. فهقول هنا شين 1 على الضلع العمودي عليه اللي هو 45، شين 1 على 45 ده مثلث قوة عمودي هيساوي شين 2 على الضلع العمودي عليه يبقى شين 2 على 60 هيساوي يا باشمهندس ال 150 على الضلع العمودي عليها يبقى 150 على 75، 150 على 75 فيها الاثنين. هو عايز شين 2 ناقص شين 1، خلاص انا بحب اخوص النسبة يا عم فاطرح دول، ده ناقص ده يبقى شين 2 ناقص شين 1، يبقى مقام شين 2 اللي هو 60 ناقص مقام شين 1 اللي هو 45 هيساوي احدى النسب اللي هي 2. 60 ناقص 45 يبقى 15، يبقى اذا شين 2 ناقص شين 1 هيساوي 2 في 15 ب 30، يبقى الفرق ما بينهم 30 اللي هو الاختيار ده. طبعا كان ممكن اجيب شين 1 2 في 45 ب 90 ناقص شين 2 2 في سوري شين 2 الاول 2 في 60 ب 120 ناقص شين 1 2 في 45 ب 90 يبقى 20 ناقص 90 30، بس انا بحب اعود نفسي على خواص النسبه والتناسب. 33 بيقول لي جسم وزنه 28 سكل كيلو جرام معلق بواسطه خيطين مثبتان طرفهما الاخر، فاذا كان الخيطين متعامدين وقياس الزاويه بين احدهما وخط عمل وزن الجسم 120، طب
تعالى بس نفهم الكلام. الوقت انت معاك جسم اهو، ده الجسم خلاص. الجسم ده قال لك ان احنا معلقينه بخيطين متعامدين، يعني ده خيط مثلا، الخيط التاني هو عمود عليه، وقال لك مثبت تراهما الاخرين. فاذا كان الخيطين متعامدين ماشي خلاص، عرفنا دي ان الخيطين ده متعامدين. طبعا الخيطين بينشا فيهم قوه شد، فده شين واحد وده مثلا شين اتنين. طب ما احنا عارفين ان وزن الجسم بيأثر عمود الاسفل بالشكل ده كده، فالجسم وزنه كام؟ قال لك وزنه 28. كلام جميل جدا. فبيقول لي اذا كان قياس الزاويه بين احدهما بين احد من الخيطين ووزن الجسم، يعني مثلا لو شين واحد ووزن الجسم، قال لك الزاويه دي 120، فدي 90 و120 يبقى 210، هشيلها من 360 يبقى 150، يبقى دي بكام؟ 150. فإن مقدار الشد في هذا الخيط، خلي بالك من حاجة مهمة جدا، أنا عايز شين واحد ولا شين اتنين؟ لا شين واحد. لأنه بيقول لك الوزن ما بين الجسم والخيط ده، أو الزاوية سوري ما بين الوزن والخيط ده 120، يبقى أنا هجيب شين واحد. طب لو أنا كنت فرضت ال 120 هنا يبقى هجيب شين اتنين، لأنه هو عايز مقدار الشد في هذا الخيط، الخيط اللي أنا عملت الزاوية معاه، يبقى أنا عايز هنا شين واحد، يبقى أقول شين واحد على جهة الزاوية اللي أقصدها، يعني شين واحد على جهة 150. هيساوي القوة المعلومة اللي هي 28 على جهة الزاوية اللي قصادها اللي هي جهة 90. طبعا الكلام ده هيساوي شين 2 على جهة الزاوية اللي قصادها، بس انا مش عايزها خالص خلاص. طبعا جهة 90 هنا بواحد، يبقى شين 1 بيساوي 28 في جهة 150 اللي هي نص، يبقى نص ال 28 ب 14، يعني الاختيار أ هو الاختيار ايه؟ الصح خلاص. كلام جميل. تعال نشوف اللي بعده. 34 بيقول لي يسير رجل وزنه 70 سكل كيلو جرام على حبل، فاذا انخفض طرف الحبل عن الافق بزاويه قياس 10 عندما وصل الرجل الى منتصف الحبل، فان قيمه الشد في الحبل بيساوي كام؟ طيب بص معايا، الموضوع هنا سهل وبسيط قوي، هنكبر دي. بص انا دلوقتي قلت لك طالما انا مش معايا اطوال فانا هعمل الخط الافقي ده اهو. حلو حلو. الخط اللي انا عملته ده اهو بيوزن الضلع اللي فوق، فلو دي 10 يبقى دي 10 تمام، 10 وهنا تحت 90 يبقى الزاويه دي كام؟ 100. طب ما دي 10 وتحت هنا يبقى دي 10، ما هي برضه بالتوازي اهي، وتحت هنا 90 يبقى الزاويه دي كام؟ 100. لازم الزاويتين دول قد بعض، لانه بيقول لك الراجل ده وصل لمنتصف الحبل، يعني الضلعين دول قد بعض، فلازم يبقوا الشدين قد بعض، وصلت؟ يعني لازم يعملوا نفس الزاويه. طبعا دي 100 ودي 100 200، يبقى فاضل هنا 160، وطبعا دي كان ممكن اجيبها من المثلث خلاص. فانا عملت ايه دلوقتي؟ انا الوقت حللت المساله بس انا ما عملتش حاجه لسه. المساله دي لو انا بقى عايز ارسمها رسمه يعني معقوله شويه، فادي ضلع ادي ضلع وادي الوزن. حلو حلو، اتفقت معاك ان الزاويه دي 160 ودي 100 ودي 100 تمام. هنا شد وهنا برضو لازم نفس الشد لان الزاويتين قد بعض، وهنا وزن الراجل اللي هو كام؟ اللي هو 70. فقال لك قيمه الشد في الحبل يعني اي واحد منهم عادي جدا، أنا هقول الشد على جهة الزاوية اللي قصادها اللي هي جهة 100 هيساوي وزن الراجل اللي هو 70 على جهة الزاوية اللي قصادها اللي هي جهة 160. طبعا الشين التانية برضه هتبقى على جهة 100 فملهاش لازمة، يبقى عشان أوصل للشين دي بقسم على اللي قصادها اللي هي جهة 160 وأضرب دول في بعض، يبقى 70 جهة إيه؟ جهة 100. يبقى 70 جهة 100 على جهة 160 اختيارك به هو الاختيار مين؟ الصح إن شاء الله. السؤال اللي بعده رقم 35 بيقول لي تعلق رجل وزنه واو سكل كيلو جرام رأسها من نقطة ج وسطة حبلين ج ب ج أ كما بالشكل، وكان شين 2 بيساوي 60، شين 2 دي ب 60، فعايز مني وزن الراجل. طيب الوقت ده 20 دي 50 يبقى 70، يبقى فاضل كام؟ 110. طب أنا أطبق قاعدة لام إزاي يا باشمهندس؟ ما أنا قلت لك طالما يا باشمهندس مش معاك أضلاع فأنت بترسم الخط الأفقي اللي جاي هنا اهو، عمال يكرر لك نفس الفكره. دي بتوازي دي صح؟ فلو دي 20 يبقى دي برضه 20، وهنا 90 يبقى الزاويه دي 110. طب دي 50 يبقى دي 50 صح؟ وهنا 90 يبقى الزاويه دي كام؟ 140. طب لو انا بقى حبيت ارسم الرسمه دي على كويس اهو يا باشمهندس بالشكل ده كده. طبعا هنا بالنسبه لي شين 1 خلاص؟ وهنا بالنسبه لي شين 2 اللي هو قلب 60. وهنا وزن الراجل اللي انا ما اعرفوش، الزاويه دي ب 110، الزاويه دي برضه ب 110، يعني دي جبناها خلاص، دي زاويه المثلث ودي الزاويه دي، ودي بكام؟ ب 100.
استنى، لا في حاجة غلط. 20 و90 110، 50 و90 140، 20 و50 70، يبقى فاضل 110 صح؟ 110، لا مظبوط، 110 110 220 و140 مظبوط كده. خلي بالك لو دي 110 ودي 110، ال 110 بتاعت ال 60 وال 110 بتاعت الواو، يبقى الواو برضه ب 60. بجد؟ اه والله. ليه؟ لان نفس الزاويه. انا بص، اما اعمل قاعده لام يبقى شين واحد على جهه الزاويه اللي قصادها، يعني شين واحد على جهه 140 هيساوي ها 60 على جهه الزاويه اللي قصادها، يبقى 60 على جهه 110 هيساوي الوزن على جهه الزاويه اللي قصادها اللي هي جهه 110. طالما المقام هنا والمقام هنا، يبقى الوزن هو البسط، او البسط ده هو البسط ده، يبقى الوزن بكام؟ ب 60. يعني الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. السؤال اللي بعد كده 36 بيقول لي علق جسم 10 جذر 3 بواسطة خيطين كما بالشكل المقابل، فإن قيمة السيتا التي تجعل الشد في الخيطين متساوي. ماشي، بص معايا، فين الزوايا؟ فين الزوايا؟ سهلة جدا. بص بس أنا عايز إيه؟ أنقلها كده عشان أجيب لك الزوايا بطريقة سهلة. ده الوزن وده الضلع أهو وده الضلع التاني. بص معايا في الرسمة، هو جايب لك كده صح؟ ايوه يا باشمهندس. فقايل لك الزاويه دي سيتا، ما اتفقت معاك ان الوزن ده اهو اللي هو 10 جذر 3 بيوازي الحيطه، فده حرف يو. لو دي سيتا يبقى دي 180 ناقص سيتا، ما ده حرف يو فالزاويه بتبقى 180. خلاص يبقى انا عرفت الزاويه هنا. كلام جميل جدا. وهنا طبعا شد، وهنا طبعا ايه؟ وهنا برضه شد. طب يا باشمهندس انا اجيب الزاويه دي هنا ازاي؟ شايف الزاويه 60 بنت اللذينه دي؟ اه ده مفتاح حل للمساله. ادي الخط الافقي يا باشمهندس اللي قلت لك اوعى تنساه ابدا. فده بيوازي ده، لو دي 60 يبقى دي 60 حلو، وتحت هنا 90 يبقى 60 و90 150، يبقى الزاويه دي كام؟ 150. عايز تجيب الزاويه دي؟ عينيا ليك. 150 و180 330، فاضل كام على 360؟ فاضل 30. واللي يلغي السالب سيتا موجب سيتا. بس كده؟ اه بس كده. خلاص ده انا جبت الزاويه كلها يا باشمهندس، مش عايز اي حاجه. يلا بينا اشتغل. هو عايز قيمه سيتا التي تجعل الشد في الخيطين متساوي. تمام، انا اكيد هاخد ال 10 جذر 3 على جذر الزاويه اللي قصادها، يبقى 10 جذر 3 على ج 30 زائد سيتا هيساوي الشد على جذر الزاويه اللي قصاده، يبقى الشد على ج 180 ناقص سيتا هيساوي الشد الثاني على جهه الزاويه اللي قصاد، يبقى الشد على جهه 150. لو انت ملاحظ النسبتين دول، البسط والبسط، يبقى المقام هو المقام، يعني جهه 180 ناقص سيتا هي الجهه 150، يبقى الزاويه هي الزاويه، يبقى 180 ناقص سيتا ب 150. 180 ناقص كام ب 150؟ اكيد 30، يبقى السيتا بكام؟ ب 30، يبقى اذا قيمه السيتا ب 30. لو انت شاكك في اي حاجه عوض. يعني ايه 180 ناقص سيتا؟ يعني 180 ناقص 30 150، 30 زائد سيتا يعني 30 و30 60، هتلاقي الزوايا 360، فانت صح. تاني حاجه، طالما شين بيساوي شين يبقى الزاويه دي هي الزاويه دي. وصلت؟ وصلت. تالت حاجه، ودي حاجات كتير، مش انا جبت لك الزاويه دي ب 60؟ اه. والسيتا دي ب 30، يعني الزاويه اللي دي جنبها دي 150. اه. ودي 90، ده المفروض شكل الرباعي يبقى مجموعه 360. 60 و60 120، 120 و90 210، و150 360. يعني كل الحاجات هي بتاكد معاك ان انت الحل بتاعك صح. تمام كده، ده كده يا باشمهندس بفضل الله كان اخر سؤال. انا عارف ان انت وصلت معايا ان شاء الله، وتبقى وصلت معايا لاخر الفيديو، ولكن الاسئله المقاليه لا تقارن بده. الاسئله المقاليه معظمها انت اللي هترسم، هتتعود الرسم، هتشوف بقى ازاي القوه بتتزن، ازاي القوه افقيه بتعمل زاويه فوق، ممكن يعمل لك الزاويه تحت، ممكن يديك مجاهيل كتير، فكل ده هنتعلمه في الاسئله المقاليه، لا تقل اهميه عن الفيديو الاخطر للامانه، واي سؤال مقالي ينفع يجي سؤال اخطر زي ما وضحت كتير. كده بفضل الله يا باشمهندس وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى تكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير في الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا دياض، وشكرا جدا.